السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي عندي كتاب الملون صفحة مية ومية واحد يلا يا ماما يونس لسن سكس الدرس السابع الدرس السادس اليونت السابع ماي ماجازين مجلتي ماكينج كارد صنع ماكينج ماكينج يعني صنع بطاقات كارد بطاقات لسن اند ريد اصغي واقرا واي ميك ا كارد يور هذا a why يعني يقول لك لماذا صنع بطاقتك بنفسك this is what uh, some children say <hesitation> uh, هذا ما قاله بعض الأولاد <hesitation> uh, it's special for the person you make it for. يقول لك إنها خاصة لشخص آه أنت آه صنعتها منه You can draw what you want آه أنت يمكنك أن ترسم ماذا أنت تريد You can add pretty things I like ribbons and cut آه يقول لك آه أنت يمكنك أن آه آه تضيف آه أشياء جميلة يعني الأشرطة آه والملصقات Uh, making your own cards is uh, cheaper uh, صنع بطاقاتك الخاصه لك ارخص uh, you can make your own uh, designs uh, انت يمكنك ان تصنع تصاميمك you can say what you uh, want uh, and write uh, your own message انت يمكنك ان uh, تقول uh, ماذا انت تريد uh, وتكتب رسالتك الخاصه بك Uh, when do you, uh, we send cards؟ uh, عندما uh, أو متى, متى متى نحن نرسل بطاقات uh, Mother days on uh, 21 uh, March بعيد الأم 21 March teachers uh, day on 1 uh, March uh, عيد الـ teachers day و uh, birthday uh, عيد ميلاد uh, now uh, you yeah now A new Year in 1 uh, uh, January في الأول الآن في الأول من uh, January. كان كورجيشن كان كورجيشن يعني تهاني on passing uh, an exam or on a new job or on or on a new uh, baby. اه اختبارك اجتيازك اه أو عبور الامتحان وعلى وظيفة جديدة طفل حديث الولادة. ننتقل إلى صفحة اه 101 صفحة اه 101 اه ليتس. Uh, it's it's easy to make a card uh, من السهل أن تصنع بطاقة هذاني Go look at the pictures Take the things you can see انظر إلى الصور وضعتك اللي تستطيع أن تشوفها Card this uh, thick uh, paper But not uh, card, uh, card board يعني يقول لك uh, هذه ورقة سميكة لكنها ليست ورق مقوى صح موجودة. كولارد uh, كارد يعني يقول لك البطاقة ملونة موجودة. Uh, هذه سايزر uh, سايزرز uh, المقص موجود، جلو uh, الصبغ موجود، بينتس uh, هذا مو موجود الأصباغ، آآ uh, و well, colored uh, pens and pencil ما موجود الألوان، أقلام جاف وملونة ورصاص، آآ uh, بوكر الشامية الذرة موجودة، بوتونز uh, like لايك ذا اونز يو هاف أون ا كوت شو اسمه؟ الزرار هذا الزرار اللي أنت يعني الزرارات أنت لديك أن بالمعطف نعم رابونز uh, الأشرطة uh, for decoration like uh, the uh, ones you put in your hair ال 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 الأرشطة الأشرطة مو الأشرطة الأشرطة أنت آه, تضعها في شعرك الشريط يعني here are some uh, instruction instruction يقول لك في بعض التعليمات can you put them uh, in order هل uh, بعض الـ هل يمكنك أن تضعه في الترتيب uh, number one uh, think what's a drawing cut out on decorations you want to make on the card. أه يقول لك فكر ماذا تصنع الملصقات أو نقول ماذا تضع الملصقات أه والزينة أنت تريد أن تصنع إلى البطاقة رقم تو ثينك وات color يو ار وخاص الألوان أنت سوف تستخدمها رقم ثلاثة choose your card or uh, paper أنت تختار الكارتات لو الورق uh, رقم أربعة get your uh, materials يعني uh, هذا أحصل على موادك رقم خمسة uh, fold the paper in half uh, so that you have a front a big and two middle uh, big uh, bigs أه باكس يقول لك أه شو يطوي الورقة بالنص لذلك يكون لديك المقدمة والظهر وذلك منتصف صفحتين بالمنتصف مدل صفحتين أه رقم ستة يو ارسم وتصنع الصور ورقم سبعة I don't decoration uh, you want ضيف الزينة اللي انت تريدها ورقم ثمانية write your message inside اكتب رسالة آه, هذا آه, اكتب رسائل في الداخل